جدول أعمال الدورة العادية للغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف وعلى غير العادة تضمن عروضا من المدراء الولائيين لإثراء وتحيين القانون المنظم للنشاط الحرفي 96-01. وفيها هذه النصوص القانونية رايحة تطرح كل الانشغالات تاع الهيكل المنتخب والهيكل الإداري التي تعمل على سيرورة وتسيير غرف الصناعة التقليدية والغرفة الوطنية، ومن خلالها يعطى كل واحد الصلاحيات تاعو والواجبات تاعو للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية وتطويره. والعروض التي استغرقت ساعات لطرحها قد تحتاج بعضا من الوقت للنظر فيها. حلول وجدت من خلال الورشة اللي درناها متعلقة بإعادة الاعتبار أو إعادة الدراسة النصوص القانونية المسيرة للحرفيين والقطاع صناعة تقليدية والحرف، وذلك من خلال إعطاء ديناميكية أكثر، إعطاء صلاحية أكثر للغرفة. لتواصل الجمعية العامة في دورتها العادية أشغالها بالمصادقة على التقريرين المالي والأدبي.